ما حكم من قال كلمة الكفر وهو غير قاصد لها، مثل أن يغضب الرجل غضبا شديدا يخرج عن وعيه ثم تحدث بكلمة الكفر من شدة الغضب؟ على المسلم أنه يحفظ لسانه ولا يندفع مع الغضب، يستعيذ بالله من الشيطان إذا غضب، يستعيذ بالله من الشيطان. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. استعيذ بالله من الشيطان ويترك الغضب. وإذا تكلم بكلمة الكفر من غير شعور، ما عنده شعور، ما تضره، لأن ما عنده عقل، خارج عن الشعور. أما إذا كان معه شعوره ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول، هذا خطر عظيم يخشى عليه من الردة. نعم.